روسيا تلعب على وترين، وتر حربي ووتر موسيقي في الميدان عينه. مهرجان موسيقي بمعزوفات باخ في المسرح الروماني بتدمر، وهو نفسه الذي قتل فيه داعش 25 جنديا من النظام الحليف لموسكو. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تمارس روسيا القوة الناعمة بإرسالها أوركسترا روسية للعزف في المسرح الروماني بتدمر. فبجانب موسيقى يوهان سيباستيان باخ، عزفت الفرقة الروسية مقطوعات لموسيقيين من روسيا، وتمت إذاعة الفيديو في روسيا مع منتج لأعمال الدمار التي نفذها داعش كوسيلة للتأكيد على أهمية الدور الروسي في المعارك بحسب نيويورك تايمز. وبذلك تواصل روسيا استعراضاتها الترويجية بحسب متابعين، بينما علت أصوات مؤخرا بالداخل الروسي تعارض التدخل بسوريا لأسباب إنسانية أولا واقتصادية لاحقا. وبالموازاة، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة شكر للموسيقيين قائلا إنه يأمل في إعادة إحياء تدمر كمدينة تخص التراث الإنساني. بديع يونس، العربية. Thank you.